بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم دلوقتي عن التعامل مع أنماط المراجع. كثير مننا هو بيكتب بيكون محتاج يكتب على نمط أو ستايل معين طلباه منه المجلة، أو إن كان بيكتب بحث أو بيكتب رسالة أو بيكتب كتاب مطلوب منه إنه يمشي على مرجع أو ستايل معين. طيب، هو ممكن يلاقي انه الستايل ده موجود، يعني ممكن تبقى المجلة مديه الستايل اللي هيمشي عليه، او ممكن يكون برنامج الاند نوت فيه الستايل اللي هو عايز يمشي عليه او يشتغل عليه. طيب، اذا ما كانش موجود، لو الستايل اللي هو عايز يشتغل عليه ده ما كانش موجود، يبقى في الحالة دي عنده طريقين: اما انه يشوف اقرب ستايل او اقرب نمط للمرجع ويعدل فيه، او انه بيشتغل بشكل مانوال، او انه بيعمل ستايل خاص بي، اما هو يشوف واحد زيه او قريب منه ويعدل فيه بما يتناسب معه، او ان هو بيضطر يعمل واحد جديد باسمه هو او بيسميه زي ما هو عايز، بس بيكون في التنسيقات او الفورمات اللي هو طلبه. طيب، نرجع لبرنامج اندنوت. انا مستخدم حاليا جورنال اوف ميديكال انتمولوجي، يعني عبارة عن جورنال خاصة بالحشرات الطبية. لو حبيت ان انا اغير في الستايل ده او اعمل ستايل خاص بي، اروح ابدأ من فين او اروح لانهي قائمة؟ بنبدأ مع بعض من قائمة edit، قائمة تحرير، نختار حاجة اسمها output style، انماط الاخراج او شكل المخرج بتاع المرجع بتاعي. وحلاقي هنا اول حاجه اسمها نيو ستايل. نيو ستايل دي لو انت عايز تعمل مرجع جديد من البدايه، حاجه خاصه بيك انت من الصفر، يعني edit journal of medical entomology دي هتعمل تحرير او تعديل او موديفاي في المرجع اللي هو حاليا هنا، اللي هو حاليا ده موجود هنا حاليا. اللي بعده edit هارفارد، ده الجورنال او الستايل اللي كنت مختاره قدام ما اختار ده فوق، برضه في نفس المكان هنا، كان فيه هنا هارفارد قدام ما اختار الريفرنس ده او الستايل ده. اللي بعده اوبن ستايل مانجر، هنا هيفتح لك بقى قائمه بكافه المراجع الموجوده في البرنامج عندي، وتبدا تختار المرجع اللي انت عايزه وتغير فيه. يعني افترض ان المرجع اللي عايزه مش هو ده ولا هارفارد، انا عايز حاجه ثانيه، يبقى لو دوست عليها كده تفتح لي مجموعة مراجع تاني، وليكن كده المراجع موجودة كلها هنا. كل اللي علي انا بختار المرجع اللي انا هشتغل عليه، اظلم او احدد، وهو بيعرض لي تحت شكل المرجع هيكون ازاي، بيعرض لي تحت شكل المرجع هيبقى ازاي، وانا اقدر اقول له edit، بيختار لو عايز اي واحد من دول واقول له edit. طبعا انا بيوري لي او بيوضح لي شكل المرجع هيكون ازاي اثناء العمل. كل علي بختار المرجع اللي انا عايزه ودوس له هنا edit او تحرير. هسيب دي دلوقتي. بداية لو عايزين نعدل في مرجع موجود، output style، وبختار المرجع او مجموعة المراجع اللي انا عايز اعدل فيها، وليكن Journal of Medical Entomology، وندوس عليها. طبعا هنا برضو في مجموعة تانية من المراجع، لو انا عايز اعدل في واحد من دول اختاره بشكل مباشر، او لو ما لقيتش واحد منهم انا ممكن زي ما قلت من Open Style Manager واختار المرجع اللي هو مش ظاهر هنا واعدل فيه، او بشكل مباشر بدوس New Style لو عايز اعمل واحد جديد، او بدوس Edit Medical Entomology. فتح لي النافذة الخاصة بتعديل المراجع. طبعا من فوق فيها اسم الستايل اللي انا هعدل فيه دلوقتي، يعني هو ستايل موجود وانا عايز اعدل فيه تعديلات بسيطة بحيث يتناسب مع اللي انا عايزه. القائمة دي مقسمة الى اجزاء، طبعا من فوق خالص اسم البرنامج او التطبيق واسم المرجع والستايل اللي هعدل فيه، تحتيها مباشرة شريط القوائم، تغطيها مباشرة البان كنترول بان او لوحة التحكم بتاعتي، والناحية اليمين بتظهر لي
الخيارات الموجودة في كل قائمة من دول. القائمة من ناحية اليمين دي هنلاقيها مقسمة إلى categories أو فئات. أول مجموعة أوامر فيهم دي حاجات عامة في كافة المراجع، منحات عامة عن المرجع، تنسيقات عامة ملهاش دعوة أو ملهاش شغل كبير في مكون المرجع نفسه من جوه اللي جاي مع البحث، ولكن دي ليها فورمات أو تنسيق عام لكل مرجع هنشوفها بعد شوية. الجزء الثاني أو الكاتيجوري رقم 2 اللي تعتبر بالنسبة لنا كاتيجوري رقم 1 عشان اللي فوق ده كلها حاجات مفاشي تفاصيل من جوه. سيتيشن أو الاستشهاد، ودي خاصة بأي تنسيقات أو أي تعديلات تتم على الاستشهاد اللي بيبقى في متن الموضوع. لما بكتب مثلا محمود إيتال، لو جينا هنا مثلا شفنا في الملف ده أو في نص زي كده لأنه فوق مثلا الاستشهاد زي كده، ده مثلا ده الاستشهاد، ده الاستشهاد ده يبقى ده اللي بيكون في متن الموضوع فوق، اسم الكاتب او الاوثر او المؤلف والسنه وايه لغايه ذلك على حسب طبيعه الاستشهاد اللي بتستخدم في كل نوع من انواع العلوم او حسب الاستشهاد اللي بيستخدمه في كل نوع من انواع الجورنال. اي تعديل بيتم هنا او دي فيها كافه الاشكال المختلفه للتنسيق في الاستشهادات. الكاتيجوري الثانيه او الفئه الثانيه البيوغرافي، قائمه المراجع، ودي اي تنسيق بيتم فيها بيتم التنسيق بشكل مباشر على قائمه المراجع اللي بتظهر لي تحت في المستند بالشكل داخل اللي يقصد بيها دول المراجع اللي تحت المراجع دي، يبقى ان اي حاجه غيرها في القائمه دي تغير في قائمه المراجع الموجوده اسفل الكتابه. مش بس كده، ودي برضو بتطلع او بتطبق على كافه المخرجات بتطلع من البرنامج، سواء انا هطلع ملف منفصل لملفات المراجع من البرنامج، او انا هطبع حاجه من البرنامج، او انا بعمل سيتيشن هواي رايتنج، يعني ان انا بعمل استشهاد اثناء الكتابه في برنامج وورد. يبقى اي حاجه بعدلها في البيبلوجرافي دي بتعدل بشكل مباشر في المراجع اللي هنا، سواء كانت المراجع دي زي ما احنا كاتبين دلوقتي اثناء الكتابه، او سواء انا بعمل استخراج المراجع فقط من البرنامج، او سواء انا بطبع من البرنامج بشكل مباشر ملف المراجع. الكاتيجوري بعد كده الفوت نوت والاند نوت، ودي حاجات خاصه يمكن اغلبها بيستخدم مع كتابات اللغه العربيه او الكتب العربيه او حتى الكتب اللي ليها طابع اسلامي. الترويسه بتبقى من تحت خالص، دي اللي هم بيكتبوا فيها المرجع بتاعه اللي هو استخدمه، يعني ان كان استعان بكتاب فقه او كتاب سيره، رقم الصفحه او اسم المؤلف الى غير ذلك من التفاصيل، ودي هنرجع ان شاء الله بالتفاصيل. الكاتيجوري اللي بعديها الفيجر والتيبل. لو انت اشتغلت على فيجر وتيبل في برنامج الوورد، طبعا برنامج الوورد فيه امكانيه ان اقدر اعمل فيجر وتيبل وتيبل اوف فيجر وتيبل اوف تيبلز او جدول او قائمه ليست اوف تيبل وليست اوف فيجر، يعني اقدر اعملها بشكل كمبيوترايز في برنامج الوورد، لكن برنامج الاندنوت برضه بيديني امكانيه ان اعمل الكلام ده بشكل كمبيوترايز برضه في برنامج الوورد. كل واحدة من دول، كل سيكشن من دول دي حاجة خاصة أو دي وظيفة خاصة أثناء التعامل مع برنامج الوورد. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل منهم وإزاي نستخدمها وإزاي نعدل فيها. والسلام عليكم ورحمة الله.